معانا مخرج عمل اعمال كتير جدا، معتز التوني. لا بجد العرض حلو قوي قوي، عرض محترم فيه ضحك بجد، مش متخيل كميه الضحك اللي موجوده ده بجد العظيم. لا عرض محترم، كل الكاست حلو جدا يعني، الناس متنقيه كويس جدا جدا جدا، حتى الناس اللي هم اول مره بيمثلوا على المسرح بجد رائعين. طبعا علي ربيع وأسس بجد حلوين جدا، هم كابل حافظين بعض وعاملين شغل حلو جدا، مسرحيه عجباني جدا 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 بصراحه. وحمدي قال لي اقول انها كانت ناقصاه، بس هو ليه مسرحيه لوحده فمش هنجيب سيرته في الموضوع، بس يعني بس هو بجد بجد عرض حلو فعلا ومحترم واسره ويليق الواحد يتفرج عليه وياخد ولاده ويطلع. طاهر ابو ليلى عالمي، من يعني بجد من الناس اللي فعلا بجد رائعين والله العظيم حقيقي. معانا احمد فتحي، تعالى تعالى. انا بقالي كتير قوي ما ضحكتش كده، كل زمايلي جامدين وطاهر ابو ليلى فهمت منه كل الحاجات. حبيبي طاهر، بدعوكم ان انتوا تيجوا تتفرجوا على المسرحيه، فعلا فعلا هتبسطوا. انا عن نفسي اتبسطت، في حاجات اخراجيه كتير عجبتني قوي بشكل يعني انا ابهرني بصراحه. انا مبسوط قوي النهارده واكتشفت اكتشاف جديد على الاستاذ اشرف عبد الباقي ان هو مخرج كبير ومبدع. طبعا هشام ماجد، انبسطت جدا يعني، ثلاث ساعات ضحك ما بطلناش ضحك، ومتوقع طبعا من أسقس وربيع وسليمان عيد وسلطان وكل الناس اللي كانت المسرحية وأستاذ أشرف عبد الباقي طبعا. يعني أنا يعني بعتبره لي الفضل الأول في رجوع المسرح، ودايما متوقع كل مرة بيفاجئنا بحاجة جديدة في يعني آخر مرة كمان رحت مسرحية جريمة في المعادي كانت هايلة ودي هايلة، فببارك لهم ببارك لأصحابي وربنا يوفقهم إن شاء الله في اللي جاي كمان. حمدي المرغني، رأيي في مسرحية صباحية مباركة، أصل هم واقفين حواليا فأنا لازم أقول كلام حلو. المسرحية حلوة جدا جدا وضحك تمام، ولا يا ربيع المسرحية ضحك كلها؟ لا بجد والله العظيم مسرحية ضحك مش طبيعي. أنا من الناس أصلا بعيدا بقى أن أنا بمثل ولا بعمل، أنا بحب أحضر المسرح، انا اقسم بالله انا يعني بقسم بالله انا ضحكت ضحك مش طبيعي، ودي مش اول مره اجي، انا دي تاني مره اجي. انا بجد المسرحيه بلا استثناء ربيع أسقس طاهر ابو ليلى سليمان عيد سلطان، كل واحد معامل دوره صح، كل واحد حلو جدا. الف الف مبروك، لازم تيجوا تشوفوا العرض، صباحين بركه تحفه، لازم تتفرجوا، والف مبروك.